لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. في ألترا عراق، المتحدث باسم الكاظمي: قتلة هشام الهاشمي هربوا إلى خارج العراق. في صحيفة المدى: الكاظمي ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية في الموعد المحدد. في الزمان العراقية: بدء تسلم رواتب موظفي الدولة وتسريب انتهاء مواعيد الإطلاق في 30 الجاري. في القدس العربي: تسريبات، انسحاب أمريكي من سوريا والعراق قبل أعياد الميلاد. في العربي الجديد: التلفزيون السوري يعلن وفاة وزير الخارجية وليد المعلم. في العرب اللندنية: توجس عراقي من إجراءات أمريكية مفاجئة في نهاية ولاية دونالد ترامب. وفي موقع عربي 21: مبتكر لقاح لكورونا، الحياة قد تعود لطبيعتها الشتاء المقبل. السلام عليكم. في العراق منذ عام 2003 ولغاية اليوم، والنظام السياسي والمجتمع يسكنون في المنطقة الرمادية فيما يخص مسألة تحقيق الهدف أو المصلحة، فهم بين ضياع العقول المنغلقة والتوق نحو التحرر. ضع العمل المشترك الذي يحقق أو يرسم خريطة طريق توصل البلاد لبر الأمان، فالعقلية الحاكمة التي حاولت أن تستورد مفهوم الديمقراطية وحقوق الإنسان والشعارات التي تزين بها الأنظمة السياسية نفسها، كانت وما زالت عقلية انتقامية غير مستقرة، هدفها الأول والأخير التشبث بالسلطة والحصول على أكبر قدر ممكن من الامتيازات. مقال الكاتب أثير ناظم الجاسور في صحيفة المدى العراقية. في 2003 و2004 تم تأسيس مجلس الحكم الانتقالي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كمكافأة للأحزاب القادمة معها، والتي لا تزال في السلطة على اعتبار هذا المجلس يمثل كل ألوان الطيف العراقي، لكنه في الحقيقة صورة مشوهة عن التركيبة الاجتماعية العراقية. كان هذا المجلس المؤسس الحقيقي للسلطات الذي أصبح فيما بعد أعلى من القوانين والدستور وكل ما له علاقة بالدولة وتحت مسميات مختلفة. هذا المجلس أو السلطة خلقت مجموعة من الأزمات ساهمت في الكشف عن قصور وبساطة الرؤية وجهل السياسة والشره الواضح للسلطة والمال، بالإضافة إلى التحاصص الذي خلق فجوات وقسم المجتمع على الهوية والدين والمذهب والقومية بعد النهوض المرعب للهويات الفرعية التي كانت سبب الحرب الطائفية التي أرادت أن تقضي على وحدة العراق المدعومة من خارج الحدود بأدوات داخلية. بفعل هذه السلطة وتوابعها قسم العراق على كنتونات بفعل العنف الذي ساد الشارع. السلطة الأخطر هي سلطة الأحزاب التي منذ عام 2003 وإلى غاية اليوم وهي تتعامل مع الدولة ومحركاتها وعلاقاتها بعقلية المعارضة والخارجين عن القانون من خلال خرق الأخير في كل تفاصيله، سواء كانت سياسية أو قانونية أو اقتصادية. عملت هذه الأحزاب منذ البداية على تنفيذ أجندات خارجية وفق أنساق ومعتقدات وأيديولوجيات، سواء كانت إسلامية أو ليبرالية، ساهمت في إغراق المجتمع بجملة من المفاهيم التي عززت الانقسام وعززت أيضاً الفساد الذي ساد في كل مؤسسات الدولة. مشكلة العراق تعددت فيه السلطات حتى وصل حد التخمة، سواء سلطة الأحزاب أو رجال الدين أو السلاح والمال، وغاب عمل السلطات الرئيسة عن المشهد السياسي العراقي المتعارف عليها في دول العالم دون تمييز، وهذا يعود للفوضى السياسية التي خلقت مجموعة من الأزمات وأفرزت مخرجات مشوهة غير قابلة للتطبيق. فبين الولايات المتحدة ودول الجوار والتدخلات هنا وهناك، تم إنشاء سلطات خارج إطار القانون لا بل فوق القانون. في عجالة لافتة للأنظار، صوت البرلمان العراقي يوم الأربعاء الموافق 28 من تشرين الأول على قانون جديد اسمه قانون تعادل الشهادات العلمية العربية والأجنبية. هذا القانون يتضمن تقييم الشهادات الدراسية لما بعد الثانوية والتي ينالها العراقيون من جامعات ومعاهد في خارج البلاد.
بموجب هذا التقييم الذي يصدر بشكل قرار رسمي يستحق حامل الشهادة جميع الحقوق والامتيازات التي تمنحه إياه الشهادة في مجالات العمل والوظيفة وغيرها. عن القانون وسلبياته كتب كوفن شيرواني في صحيفة الزمان العراقية. كان متوقعاً من المؤسسة التشريعية البرلمان أن تدعم وزارة التعليم العالي وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في تشريعات تعمل على ترصين الشهادة الجامعية العراقية وتحفظ مكانتها، إلا أن القانون الجديد تجاوز وصادر دور الوزارة ولم يأخذ برأيها التخصصي وملاحظاتها العلمية بشأن هذا القانون، وأعطى أفضلية غير عادلة لمسؤولي الدولة من نواب ووزراء وأصحاب الدرجات الخاصة للحصول على شهادات دراسية تخلو من الرصانة والمحتوى العلمي، فضلاً عن الوقوع في عدة مخالفات قانونية ودستورية وعثرات في الصياغة اللغوية نورد بعضها في الأسطر التالية. القانون الجديد لتعادل الشهادات استفز الكثير من الأساتذة في الجامعات والمعاهد العراقية، فأطلقت عليه عدة تسميات منها نكبة التعليم العالي أو وصمة عار في جبين التعليم العالي والقانون الأسوأ في تاريخ العراق، في حين استخدم آخرون تعبير قانون مقاتلة الشهادات وليس معادلة الشهادات. وتطرف أساتذة آخرون وطالبوا برفع الحصانة عن أعضاء لجنة التربية والتعليم في البرلمان وتقديمهم للمحاكمة لتقصيرهم في منع تمرير هذا القانون السيء. كفاءات عراقية طالبوا الوزارة وبعض الجامعات ورئاسة الجمهورية بعدم المصادقة على هذا القانون وتدارك مخاطر هذه السابقة وإعادة صياغة القانون إلى صيغة تحفظ رصانة التعليم العالي ومكانة مؤسساته ومصداقية شهاداته. تساءلت الكاتبة باهرة الشيخلي في صحيفة العرب اللندنية، لماذا لا تتم الاستفادة من عقارات الدولة؟ وما يقرر ذلك في ظل الفوضى العارمة والتدخلات المتعددة في اتخاذ القرار؟ يبدو أنه بعد إغراق بلدنا بالديون تتجه المساعي لتصفية ممتلكات الدولة وبيعها بأسعار بخسة مثل ما حدث سابقا، ولم يتوصل التحقيق كالعادة إلى شيء. إجراءان اتخذتهما حكومة الكاظمي خلال الأسبوعين الماضيين أصابا الشارع العراقي بصدمة شديدة وذهول كبير. الأول هو الأمر الوزاري رقم 2260 والذي أصدره وزير المالية علي علاوي في 5 نوفمبر الحالي، والذي خول بموجبه لمدير عام دائرة عقارات الدولة صلاحيات واسعة تكفي لبيع الدولة العراقية برمتها بالتجزئة والانقضاض على ما تبقى من عقارات وممتلكات للدولة لم تنهب حتى اللحظة. والثاني تمديد العقود لشركات الهاتف النقال، مع أن بذمتها ديونا تصل إلى أكثر من 10 تريليونات دينار عراقي لم تسددها بعد. اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالهجوم على الإجراءين المذكورين، ووصف كتاب عراقيون الإجراء الأول بأنه تضمن 9 صلاحيات خولها لوزير المالية علي علاوي لم يمنحها لمسؤول حكومي في الدولة من قبل قط منذ تأسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى اللحظة. وأجمع العراقيون في تعليقاتهم على الإجراءين بأنهما وجه من وجوه الموجات المتتالية في أحداث التخريب المتعمد والإجهاز على ما تبقى من مقتنيات الدولة التي حولها رؤساء الحكومات 6 المتعاقبة إلى حطام. الصحيفة نفسها نقلت عن عضو مجلس مكافحة الفساد السابق جمال الأسدي إن عدد عقارات الدولة التي تستولي عليها الأحزاب المتنفذة والزعامات السياسية يبلغ 600,000 عقار تابعة للدولة موزعة في عموم المدن والمحافظات العراقية، وإن هذه العقارات مستغلة إما من قبل جهات حكومية وإما مستأجرة من كيانات سياسية وإما متجاوز عليها من قبل جهات حزبية أو مواطنين. صحيح أن التجربة مع آل غور الديمقراطي وبوش الجمهوري توجب التريث بتأكيد نجاح بايدن وخسارة ترامب في معركة الرئاسة الأمريكية عام 2020، وذلك عندما تأخر الإعلان الرسمي عن الفائز بالرئاسة حتى صدور قرار المحكمة العليا والتي قلبت النتيجة في مصلحة بوش الابن، بعد أن كان آل غور يتلقى التهاني بالنجاح طوال 37 يوماً. لكن تلك التجربة لا تعني أن تتكرر حتماً هذه المرة أيضاً،
لأن الظروف والحيثيات مختلفة في التجربتين الحالية والسابقة، ما يسمح بإبقاء باب انقلاب النتيجة مفتوحاً ولكن بشق أضيق كثيراً مما كان عليه في تجربة آل غور وبوش الابن. عن القضية كتب منير شفيق في موقع عربي 21: إن اندلاع انتفاضة سيربك إدارة بايدن ويربك أكثر نتنياهو، وسيضع الصراع في موقعه الصحيح، صراعاً ضد احتلال واستيطان وضم وتهويد، وهي أهداف لا يستطيع بايدن والغرب عموماً أو الدول الكبرى والرأي العام العالمي ناهيك عن شعوبنا وشعوب العالم إلا أن يقروا بعدالتها. فالاحتلال مدان وغير شرعي، وكذلك الضم وتهويد القدس، وهي إدانة مستندة إلى القانون الدولي ومعززة باعتراف مسبق من قبل أغلب الدول في هيئة الأمم المتحدة، الأمر الذي يجعل الإصرار عليه ومئات الألوف بالشوارع قضية رابحة قابلة للتحقيق بلا قيد أو شرط، وذلك إذا لم نسمح بإقحام مشروع تسوية من جديد أو إقحام الدولة الفلسطينية التي ستعيدنا إلى التفاوض والمماطلة وإفقاد التركيز على دحر الاحتلال وتفكيك المستوطنات. دخول الصراع وفتح المعركة ضد الاحتلال والاستيطان والضم والتهويد وعدم السماح في فتح أي موضوع آخر يتعلق بالوضع الفلسطيني والقضية الفلسطينية يعني تحرير الأرض أولاً، صيد الدب أولاً، وإبقاء الباب مفتوحاً على مصراعيه لمواصلة صراع الوجود الذي يجب أن ينتهي بتحرير فلسطين من النهر إلى البحر ومن رأس الناقورة إلى أم الرشراش. يقول الكاتب: نحن في لحظة موازين قوى وأوضاع تسبح بتحقيق إنجاز تحرير أرض بلا قيد أو شروط أو شرط عفواً، وليس مجرد مقاومة أو تمسك بالحقوق والثوابت فقط. الخرطوم شهدت احتفالاً شعبياً باتفاق جوبا لسلام السودان واستقبال قيادات الجبهة الثورية والحركات الموقعة على هذا الاتفاق، يعقبه خلال أيام احتفال رسمي يحضره رئيس جنوب السودان ورؤساء بعض الدول الصديقة. يقول الكاتب الشفيع خضر سعيد: نحن مع المحتفين بهذا الحدث التاريخي، وبغض النظر عن أي نواقص في بعض بنود اتفاق السلام، فإنه يمثل حلقة مهمة من حلقات حل مفاصل الأزمة السودانية المتمثلة في قضايا الديمقراطية ونوع الحكم والسلام والتنمية. تحقيق السلام الشامل والمستدام يتطلب بعد إنجاز المحور الأول أعلاه عقد مؤتمر قومي للسلام الشامل، مؤتمر مائدة مستديرة أو ربما مؤتمر نظام الحكم المنصوص عليه في اتفاق جوبا، يحضره كل أصحاب المصلحة من مناطق النزاعات والحروب في البلد، وخاصة المجموعات التي لم تشارك في مفاوضات جوبا، وتشارك فيه كذلك القوى السياسية والمدنية الأخرى، يناقش ما تم وسيتم الاتفاق عليه في اتفاقات السلام الموقعة وكيفية المزج والمزاوجة بين ما جاء في اتفاق جوبا واتفاقات السلام السابقة كاتفاق الدوحة واتفاق الشرق، والخروج بتفاهمات حول المشاركة في هياكل الحكم في المركز والولايات. انتزاع مؤسسات الخدمة المدنية والعسكرية والأمنية من براثن الدولة العميقة وإعادة بنائها وهيكلتها على أساس قومي بعيداً عن الحزبية والانتماء السياسي، وإرساء دعائم الحكم الرشيد وحول قضايا النازحين وقاطني الشتات الدياسبورا، التعويضات والأرض والحواكير ومسارات الرعي والعدالة والعدالة الانتقالية والمصالحات وخطط التنمية ومشاريع إعادة الإعمار وكيفية التعامل مع التجاذبات الإقليمية والتزام السودان بعدم استضافة ما يعكر صفو أمن البلدان المجاورة. هناك عدد من التدابير المهمة الأخرى في السودان مثل الإصلاح المؤسسي وإعادة بناء الحاضنة السياسية ومجلس شركاء الفترة الانتقالية تحتاج إلى قرار ونقاش بحسب الكاتب. الأمريكيون والعنصرية أمام مرآة كورونا، مقال للكاتبة سامية عيسى في صحيفة العربية الجديد، نستمع إلى مقتطف منه. طمرت حكاية فيروس كورونا منذ بدء تفشيه في الولايات المتحدة الأمريكية تحت ركام التفاوتات العنصرية للثقافة السائدة التي استهدفت الغالبية العظمى من الأفارقة السود وإن لم تنحصر بهم، إذ حطت هذه العنصرية من شأن قيمة الإنسان بصفته إنساناً في سلم القيم،
وأصبحت مثار نقاش واسع في الأوساط الأكاديمية والإعلامية جنباً إلى جنب مع مراكز الأبحاث. كيف سيتعامل الرئيس الأمريكي المرتقب جو بايدن مع هذا الملف البغيض الذي انكشف مثل عار يلتصق بديمقراطية منقوصة على الدوام منذ تأسيس الاتحاد الفيدرالي؟ أعلن في حملته الانتخابية وبعد الفوز أن الأولوية بالنسبة له هي في مواجهة جائحة كورونا التي تعامل معها الرئيس الخاسر دونالد ترامب باستخفاف وتخبط، فضلاً عن اللامبالاة في الوعي الجمعي كما في الثقافة السائدة والممارسات الصحية التمييزية وتراجع العدالة الاجتماعية التي أحاطت بحياة الأمريكيين من أصل إفريقي وأقليات ملونة عديدة، فضلاً عن فئات مهمشة عديدة. وربما كانت إدارة ترامب الجائحة في طليعة أسباب خسارته في الانتخابات أمام بايدن، سيما بعد حملة المواجهة التي قادتها حركة حياة السود مهمة بداية ليقظة وعي جديد لمخاطر العنصرية على الولايات المتحدة الأمريكية برمتها، وإن كانت جزءاً من حملة أوسع ربما ضد ترامب وتقاعسه عن مواجهة الجائحة. بلغت نسبة الإصابة بكوفيد-19 بين الأمريكيين الأفارقة 3 أضعاف، وأدت إلى ما نسبته 6 أضعاف الوفيات، أي 70% من المصابين مقارنة بمثيلاتها عند الأغلبية بين أوساط الأمريكيين البيض. بدأت الدنمارك التخلص من كل ملايين حيوانات المينك بعد اكتشاف سلالة متحورة نادرة من فيروس كوفيد-19 في أجسادها، وتخلت الحكومة الدنماركية عن قانون طوارئ كانت بحاجة إليه لإعدام كل حيوانات المينك في البلاد، ويبلغ عددها 17 مليوناً بحسب ما أفادت وكالة أنباء ريدزاو الحكومية. وأمرت الحكومة الأسبوع الماضي بإعدام كل حيوانات المزارع من المينك بعد اكتشاف سلالة متحورة من فيروس كورونا انتقلت من المينك إلى الإنسان. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.